وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ولتزويدنا بمزيد من المعلومات معنا من القاهرة مراسلنا رمضان المطعني. رمضان مرحبا بك، هل لك أن تزودنا بمعلومات أكثر حول الوضع هناك؟ يعني عفراء، منذ قليل صدر بيان وزارة الداخلية المصرية بخصوص يعني هذا الحادث الإرهابي. أولا نبدأ بالقتلى، حيث يعني مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة أربعة آخرين بينهم إصابات خطيرة. يعني وضعت تلك العبوة النسفة أسفل إحدى السيارات بشارع المعسكر الروماني، وتم تفجيرها أثناء مرور موكب مدير أمن الإسكندرية بالشارع، وتم يعني اصابه ومقتل احد الحراس الشخصيين له، وهذه تقع في دائره قسم سيدي جابر بالاسكندريه. يعني وعلى الفور تم نقل المصابين والقتلى الى المشرحه والمستشفيات القريبه بالاسكندريه. يعني على الفور يعني هرعت سيارات الاسعاف وقوات الحمايه المدنيه، وتم السيطره على الحريق الناجم عن هذه العبوة الناسفة. كان ربما يعني كان استهداف مدير الأمن في تلك اللحظة ربما يفصلنا عن الانتخابات الرئاسية يومين، ستبدأ الاثنين المقبل، وربما هذه الحوادث يعني من شأنها أن تحدث بلبلة يعني كما يحسبها الإرهابيون الذين ينفذون تلك الخطوات. يعني هذه المعلومات هي التي وردت ببيان وزارة الداخلية المصرية حتى الآن. بيك عفراء. نعم، إذن مراسلنا من القاهرة رمضان المطعني، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك.